موسم حج 2023 سعت السلطات الجزائرية لجعله موسما ناجحا، فمنذ أشهر والتحضيرات قائمة على قدم وساق. البداية بأن حط وفد جزائري من ديوان الحج والعمرة رحاله بالبقاع المقدسة، حين ضبطت الترتيبة اللازمة لمختلف الخدمات التي سيحظى بها الحجاج، وهو ما أتى بثماره، أين تم ضمان أحسن الخدمات وبأسعار منخفضة، مع رفع الكوطة إلى أزيد من 41 ألف حاج، يتبع ذلك قرار رئيس الجمهورية بخفض تكلفة حج 2023 إلى 770 ألف دينار عوض 850 ألف دينار جزائري. وبعده قرار آخر لرئيس الجمهورية مفاده السماح لألفي شخص ممن فاتت أعمارهم 70 سنة أداء شعيرة الحج، ويعني القرار أولئك الذين شاركوا في قرعة الحج لعشر مرات دون أن يسعفهم الحظ للفوز بها من قبل. عملية تحيين قوائم حجاج 2020-2021 بمختلف البلديات هي الأخرى انطلقت مبكراً، خاصة بعد إسقاط شرط السن، وتحصل على إثرها الحجاج على شهادة نجاح سمحت لهم الشروع في تلقي التلقيح وإتمام ملفاتهم الإدارية. سعي السلطات لإنجاح الموسم كان واضحا من الانطلاقة بتسهيل التسجيلات، فقد تم توفير 58 فرعا للبنك المركزي موزعة على ولاية الوطن لتسديد تكلفة الحج، ولتسهيل هذه العملية فتحت أبواب البنوك أيضا يومي الجمعة والسبت. أما في قطاع النقل، تم تدعيم قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة من مطار تمراسة نحو البقاع المقدسة، قرار سيرفع الغبن على حجاجنا في ولايتي تمراسة وبرج باج مختار بعد أن كانوا يضطرون للتنقل إلى مطارات أخرى. نشكر رئيس الجمهورية سيد تبون، رئيس تبون معت، على التخفيف اللي دارنا من 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 ولايتنا نمشي ديرك. حجاج بلدية سمياوين برج باج مختار يتمنون قرار السلطات المركزية بتسهيل إجراءات تنقل حجاج إلى البقاع المقدسة مباشرة من ولاية تمنراست. وآخر خطوة قبل أول رحلة للحجاج، استفاد زوار بيت الله من دورات تكوينية تقدم لهم توجيهات وإرشادات لمناسك الحج. تحضيرات وتسهيلات لحجاج بيت الله متواصلة لموسم الحج 1444-2023 وضعتهم في أحسن الظروف لأداء مناسك الحج ليكونوا خير سفراء في البقاع المقدسة. الله أكبر، الله أكبر.